خلينا دلوقتي مشاهدينا نستعرض معاكم جولة سريعة في أحوال مرور مناطق مختلفة من مصر ونشوف النهاردة أخبار الزحمة فين. هنبتدي جولتنا من القاهرة. كوبري أكتوبر احنا شايفين بيشهد كثافات مرورية بسيطة خالص للسيارات اللي جاي من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي ولكن برضو غير مؤثرة. نفس الموضوع لو بصينا للمتجه لميدان من ميدان التحرير عفوا لمدينة نصر ومحور النصر، كل ده احنا شايفين فيه كثافات متحركة، وكمان شايفين كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران لغاية ما بنوصل لغاية الطريق الدائري. أما نفق الازهر احنا شايفين ان في تباطؤ في حركه المرور للي جاي من صلاح سالم ولميدان الاوبرا والعكس، وكمان قدامنا بعض الكثافات المتحركه على المسطح الارضي شارع رمسيس وصولا لغمره والعباسيه ومطالع ومنازل كوبري اكتوبر، كل ده لغايه ما بنوصل لشارع احمد سعيد في كثافات متحركه. عندنا كثافات اعلى الدائري في اتجاه المرج او عند منطقه المرج للمتجه من نفق السلام في اتجاه الزراعي ومنه للاقاليم، وعندنا بعض الكثافات المروريه اعلى الدائري في منطقه السلام وجوه النفق للي جاي من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي. لو بصينا برضو على المتجه للمنيب وفي طريقه للاوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للي جاي من المعادي لمناطق الجيزه، ونفس الموضوع في مناطق التجمع الخامس و في طريقه للبساتين وزهراء المعادي، ولكن هو ده الطبيعي اللي بيحصل في هذا التوقيت كل يوم. خلينا نكمل جولتنا ونشوف شوارع الجيزة فيها ايه. عندنا كثافات في اعلى طريق المحور اللي جاي من ميدان لميدان، احنا عارفين ان في اعمال توسعه للطريق وفي غلق لبعض المناطق والكثافات دي ممكن تستمر لغايه ميدان لبنان. لو بصينا بقى للمتجه لكوبري اكتوبر هنلاقي فيه سيوله مروريه وما عندناش اي مشاكل، ولو بصينا عند محور صفط اللبن هنلاقي كثافات مروريه هتزيد قبل اشاره جامعه القاهره، ولكن لو بصينا عند شارع الهرم احنا عارفين ان في بطبيعه الحال دلوقتي هنلاقي كثافات مروريه نتيجه للتحويلات ولغلق الشارع مسافة 500 متر بسبب أعمال إنشاء المترو. احنا عارفين برضو ان عند الطريق الدائري في غلق للي جاي من أكتوبر، ولازم ان احنا نتجه يا اما من عند نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو او لمحور رود الفرج كبديل للطريق. اما بقى اللي جاي من طريق الواحات وبننصحه ان هو ياخد طريق السياحي الجديد هيكون افضل كتير في الوقت ده. لو احنا بصينا عند ميدان سفينكس احنا شايفين كثافات مروريه بسبب انشاء محور 26 يوليو الموازي وغلق لبعض منازل ومطالع كوبري 15 مايو، احنا متعودين على الزحمه دي اللي هتنتهي ان شاء الله بعد ان احنا نفتح الاماكن اللي فيها اماكن غلق او فيها شغل في الفتره دي. خلينا بقى نروح للإسماعيلية ونشوف شوارع مدينة الإسماعيلية، احنا شايفين في الشوارع داخل المدينة سيولة مرورية كبيرة جدا خصوصا على الطرق المؤدية للطرق الدائرية، وبرضو الطريق الدائري حول مدينة الإسماعيلية ما فيهوش أي مشكلة. طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم هنلاقي فيه سيولة مرورية يمكن بعض الكثافات المتحركة اللي مش هتأثر خالص على حركة الطريق. اللي هيتجه لبورسعيد عنده سيوله مروريه تامه في طريق الاسماعيليه بورسعيد، اجمالا محافظه الاسماعيليه ما فيهاش اي مشاكل خالص الى الان ان شاء الله. خلينا بقى نتحول من منطقه القناه لجنوب الصعيد ونكمل مع محافظه سوهاج. هنبتدي فيها من محطه قطارات سوهاج، الطريق عندها بيشهد كثافات نسبيه. لو خرجنا من عند المحطه وشفنا كملنا عند طريق عبد المنعم رياض، احنا عارفين ان طريق عبد المنعم رياض بيربط الطرق الرئيسيه هنلاقي فيه سيوله مروريه كبيره ولبعض الكثافات هنلاقيها اعلى نهر النيل، لكن الطريق المؤدي للجامعه طبعا هيبقى فيه بعض الكثافات النسبيه، وبرده هنلاقي الكثافات دي عند مستشفى جامعه سوهاج. لو بصينا هنا هنلاقي فيه كثافات مروريه بسيطه هتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه عند مستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. احنا كده نبقى خلصنا جولتنا المرورية الصباحية، خلينا على طول نروح عند شاذلي وهادين نبتدي معاهم مجموعة من الأخبار والموضوعات. اتفضل. شكرا لك يا مان.